ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على تحليل مهم جدا اسمه البروثرومبين تايم او زمن التخثر. اول حاجه، لما بيحصل جرح او اصابه بيتضرر الاوعيه الدمويه وبالتالي بيحصل نزيف في الدم، فبتتجمع الصفائح الدمويه في مكان الجرح او الاصابه عشان توقف النزيف ده، يعني ان هو توقفه توقيت ايه مؤقت. بينما في الجهة الأخرى بتعمل عوامل التخثر اللي هي اسمها الكواجيوليشن فاكتورز عشان تشكل لنا خصرة عشان توقف الدم ده خالص وتغلق مكان الجرح، وبيسمى الوقت اللي بتاخده عشان الجسم يكون الجلطة دي باسم البروثرومبين تايم أو زمن التخثر، وهو ده التحليل اللي بنعمله اللي هو البي تي أو البروثرومبين تايم. طيب يا ترى الدكاترة بتطلب التحليل ده ليه وإيه مدى أهميته؟ أول حاجة عشان نشوف الجلطة، هل في جلطات في الجسم بتتشكل ولا لا. تاني حاجة بنبص عليها، هل في نزف شديد ولا لا. كمان بنشخص بيه اضطرابات الكبد، كمان بنقيس بيه دواء اسمه الورفرين اللي هو بيستخدم للسيولة، بنشوف مدى أداء هذا الدواء في الناس اللي عندهم جلطات باستمرار. طيب ليه الدكتور بيطلبه لو ما كانش هذا الفحص هو فحص روتيني؟ أول حاجة، لو لقى إن في نزيف شديد، لو في ظهور كدمات في الجسم، لو المريض ده عنده غزارة أو المريضة دي عندها غزارة في الدورة الشهرية أو الطمس، لو في ألم في الساق ومكان الألم ده في زي ما تكون حاجة طرية كده، لو في تورم في الساق، لو في احمرار وظهور بقع حمراء على الساق، لو في صعوبة في التنفس، لو في كحة، لو في ألم شديد في الصدر، لو في تسارع في ضربات القلب، كل دي الطبيب بيطلب إن هو يتعمل تحليل الفحص الاي ان ار. طيب هل بيتطلب الفحص ده اجراءات معينه؟ هل المريض بيكون صايم او مش صايم؟ ايه الاجراءات اللي بيتطلبها؟ في حقيقه الامر ما فيش اي اجراءات بياخدها غير انه بيقول للدكتور اللي بتاع التحاليل الادويه اللي بياخدها، وخاصه لو بياخد ورافرين اللي هو عشان يشوف تاثير الجرعه دي، لازم ياخر الدواء ده ما ياخدوش عشان نشوف التأثير بتاع الدواء ده. كمان معلومة لازم نعرفها، ان البروثرومبين ده هو عبارة عن بروتين بيتم انتاجه في الكبد، وهو المادة الاساسية اللي بيتم انتاج عوامل التخثر اللي بتساعد على تجلط الدم، ومنها البروثرومبين نفسه. البروثرومبين نفسه ما بيكونش فعال، ولكن لما بينضاف ليه عوامل تانية اللي هي الموجودة في الدم وبيتم إضافتها في التحليل ده بشكل صناعي عن طريق أنبوب اختبار، بيتحول فيها البروثرومبين إلى إسرومبين اللي هو الإنزيم اللي بيحول الفيبرينوجين لفيبرين، وهو هذه المادة المادة المخثرة للدم. بيتم قياسها عن طريق الوقت اللي خده الدم المريض ده للتجلط اللي هو اسمه البيشنت ده هنا، وهنا بيبقى الكنترول 13. كمان بيتم قياسه بمعايير دولية اسمها INR، وهو اختصار International Normalized Ratio، والنتيجة الطبيعية بتكون ما بين 0.9 ل1.2. كمان ان عادة بيكون تحليل النتائج بتكون ما بين 10 ثواني ل15 ثانية، فهنا النتيجة الطبيعية للمريض ده فهي 13.5، فهي نتيجة طبيعية. طيب هل تختلف نتيجة المرأة عن الرجل؟ الاثنين واحد، نفس الوقت اللي بياخده من 10 ل15 بالنسبة للرجل، هو كمان من 10 ل15 بالنسبة للمرأة. الـ INR بيكون من 0.9 ل1.2، الرجل زي المرأة. طيب ماذا تدل المعدلات المرتفعة لهذا التحليل؟ المستوى المرتفع بتدل على تناول مضادات للتخثر، في جلطات بتحصل داخل الأوعية الدموية، أو اختلال بوظائف الكبد، أو نقص الفيبرينوجين، أو نقص فيتامين كي،
وفي حاله مستوى الاي ان ار بيكون اعلى من 2.5 ده بيكون في عند المريض ده نزيف مفرط. طيب المستويات المنخفضه بتدل على ايه؟ بتشير المستوى المنخفض للبروثرومبين بحدوث جلطه بسرعه. فكمان ممكن يكون المريض ده بياخد فيتامين كي او بياكل كميات كبيره جدا من بعض الاكلات اللي بتحتوي على فيتامين كي زي الكبد والبروكلي والحمص والشاي الاخضر والفول الصويا، وكمان تناول ادويه الاستروجين دي برضو زي حبوب منع الحمل من الحاجات اللي بتساعد على تجلط الدم. طب ايه تفسيرنا للنتيجه دي؟ هي نتيجه طبيعيه جدا بالنسبه للمريض. واتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشيروه مع حد تاني عشان يستفيد بيه، واللي ما عملش اشتراك في القناه يا ريت يعمل اشتراك. بشكركم.